السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو كلام المتحدث باسم وزارة التربية يتحدث بخصوص الامتحانات، مواعيد امتحانات نهاية السنة. بالنسبة للمرحلة الابتدائية، الصفوف الغير المنتهية من الأول الابتدائي لحد الخامس ابتدائي راح تنطلق امتحاناتهم يوم الاثنين 9/5. أما المرحلة الثانوية يعني الصفوف الغير المنتهية، الأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس الإعدادي، تنطلق امتحاناتهم يوم السبت 14/5. أما السادس الابتدائي الوزاري راح امتحاناتهم يوم الخميس 19/5، تنطلق امتحاناتهم يوم الخميس 19/5، هذول السادس الابتدائي الوزاري. أما الثالث متوسط الوزاري يوم الأحد 29/5، والسادس الإعدادي ما حددوا لحد الآن، لكن كمقترح يا أما نص يعني نصف الشهر السادس أو نهاية الشهر السادس. خليكم ويا الفيديو ويا كلام المتحدث باسم وزارة التربية. الامتحانات راح تجرى إن شاء الله. الامتحانات إن شاء الله الصف الثالث المتوسط راح تكون 29/5. السادس الإعدادي الآن إلى الآن لم يحدد الموعد، لكن يعني على الأغلب أنه في منتصف الشهر السادس أو في الثلث الأخير من الشهر السادس للصف السادس الإعدادي. المراحل غير المنتهية أيضا في نهاية الشهر الخامس.